يقول: ما حكم الاشتغال في الشرطة أو الجيش في أوروبا؟ أو يسأله سؤالا، لو أن هذا الجيش يعني أخذك إلى الحرب لتقاتل ألبانيا ولا تقاتل يعني ناس من المسلمين، هل ستذهب أم ماذا ستفعل؟ ولو كنت في الشرطة وقالوا لك هذا الطفل أبوه أو هذه الطفلة أبوها يمنعها من الزنا، اذهب وأخذها إلى الملجأ ولا لتسكن في العائلة الأخرى، تستطيع أن تقول لا؟ أكيد لا تستطيع. أيضا أخ نفس الشيء قال: عندهم أملاك في سوريا، وقال حتى يوزع هاي الأملاك لازم يكون يعني واحد من الأخوة إنه يخدم عسكرية، لا أما يخدمها في سوريا أو يدفع البدل، لا أما يخدم هون، فيقول أيهما أقل ضرر أو يجوز ولا ما يجوز وهكذا. شلون يخدم هون؟ بدل من الخدمة في سوريا يخدم في دولة أخرى؟ اي نعم، غريب يقول جدا. اهم شيء انه الواحد انه يخدم عسكرية، اذا خدم في اوروبا ولا هي في دولة فتسقط عنه هنيك. عجيب. خلاص ايوه، على العموم أخف الأضرار هو أن تدفع البدل، هذا أخف الأضرار، أخف من أن تشارك في نفسك يعني في جيش يحمي هذا، يعني يكون المال أخف هذه الأضرار.